يوم. سادة، يعود إلينا في أوبة ظافرة القاضي الجليل عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وإلى مقعده على المنصة العالية الشامخة التي وهبها سنوات عمره كلها. تحف به أنبل مشاعر الحب والعرفان والتقدير التي يحملها المصريون لهذا الرجل المحترم بكل ما تشيعه هذه الكلمة من معاني. إن هذا القاضي الفاضل العادل الذي افتقدته المحكمة ما يربو على العام، لقد أوحشتنا بحق. لم تضل به المحكمة الدستورية على الوطن عندما منحه ثقته واختصه بمهمة تاريخية مقدسة في وقت من أصعب فترات نضاله وكلفه بها، وفي وقت كانت المحكمة في أشد الحاجة إلى وجوده وجهوده فيها، لكن حاجة الوطن كانت إليه مصيرية. ولا أريد أن يسرقني الحديث حتى لا أقع في دائرة المحاذير الشائكة، خاصة عندما يتصل الحديث بزميل عزيز وأخ كريم وصديق نبيل نعتز جميعا.